السلام عليكم. جالاكسي سي 55 سامسونج تريد أن تسير على خطى شاومي مع هذا الهاتف الرائع القادم. كل هذا وأكثر أعزائي الكرام وكل التفاصيل حول هذا الهاتف أتمنى منكم دعم القناة بقوة عبر الضغط على زر الاشتراك، لأن هناك أكثر من 75% ممن يشاهدون فيديوهات على قناتي ليسوا مشتركين. اشتركوا فضلاً وليس أمراً وتابعوا الفيديو حتى النهاية. لماذا ترغب الشركة الكورية سامسونج في إطلاق هواتف جديدة ضمن سلسلة الجالاكسي سي؟ حتى الآن ليس لدينا فكرة واضحة حول رغب سامسونج أو رغبة سامسونج في استعادة سلسلة هواتفها الذكية الجالاكسي سي، لكن الحقيقة هي أنه مع بداية عام 2024 كشفت الواي فاي أليانس والبلوتوث سيج عن وجود هاتف سامسونج جالاكسي اسمه سي 55. وقد يكون هذا الهاتف مخصصا لأسواق محددة، أو قد يكون الهدف من سامسونج هو غمر السوق بالمزيد من الخيارات مثلما كانت تفعل شاومي في الماضي أو شركة أوبو إلى آخره. وسيتم توجيه هذا الهاتف بالفعل للتنافس في الفئة المتوسطة المتميزة اعتمادا على نجاح الجالاكسي الام 55 الذي قدمت فيه سامسونج وظائف متقدمة مثل شاشات بمعدل تحديث 120 هرتز وشحن سريع بقوة 45 واط إلى آخره. وظهر هاتف الجالاكسي سي 55 خلال هذا الأسبوع على منصة اختبار الأداء جيك بنش، مما يكشف عن كفاءته الجيدة فيما يتعلق بأداء الأجهزة. أهم مواصفات ومميزات جالاكسي سي 55. سواء كان هذا الهاتف مخصصا لأسواق محدودة أم لا، فإن الجالاكسي سي 55 سيحتوي على مواصفات قوية لغاية تشتمل على الآتي: شاشة أوليد مقاس 6-6 إنش بدقة فول اتش دي بلس تبلغ 1080 بيكسل وربما بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ذاكرة بسعة 8 جيجا بايت رام، معالج سناب دراجون 7 الجيل الأول من كوالكوم، يعمل بالفعل بنظام الأندرويد 14 تحت واجهة الوان يو اي 6 أو 6.1، بطارية بسعة 5000 ملي أمبير مع شحن سريع يصل إلى 45 واط، مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، جانب مستشعر بزاوية عريضة بدقة 8 ميجا بيكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل. وبالأخير شاركنا رأيك حول أهم ميزة يجب أن يأتي بها هذا الهاتف أو هواتف سامسونج من الفئة المتوسطة. شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.